طيب خلينا بقى نبدأ بحضراتكم دلوقتي وتغطيتنا لأخبار النادي الأهلي من مقر النادي الأهلي بالجزيرة وزميلتنا هنا أبو القاسم، وخلينا نعرف كده آخر الأخبار حول نادينا العظيم. يا هنا صباح الخير عليكي، وطلعينا ما لديكي حول أخبار النادي، اتفضلي. صباح الخير عليكم يا نهواند ويا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. من هنا مقر النادي الأهلي بالجزيرة هنقول لكم آخر أخبار الفرق الرياضية. في البداية حابة أكلمكم عن الأجواء هنا بالمقر الحقيقة من امبارح، أجواء مليانة بالسعادة طبعا وأجواء احتفالية بعد عودة درع الدوري مرة أخرى لبيته بمقر النادي الأهلي بالجزيرة يمكن للسنة الخامسة على التوالي. طبعا الدوري هذا الموسم دوري مميز، ده لانه دوري مؤمن زكريا اللي كلنا بنتمنى له الشفاء العاجل في اقرب وقت، وانه يرجع تاني ينور الملاعب مره أخرى. كمان الدوري لهذا الموسم مميز لأن إحنا حققنا رقم قياسي جديد، وهو تحقيق أعلى عدد نقاط في الدوري ب 89 نقطة، يمكن ده أعلى رقم حققناه على مدى تاريخ النادي الأهلي كله. يمكن هو رقم جديد قياسي بنحققه، لكن بالتأكيد أنه مش جديد على الأهلي تحقيق الأرقام القياسية الجديدة. طبعا فرق كتير بتشارك وفرق كتير بتنافس، لكن في النهاية هيظل النادي الأهلي هو بطل الدوري، وكمان بإذن الله هيكون بطل أفريقيا في وقت قريب. نروح بقى دلوقتي لأخبار الفرق الرياضية. في البداية هنبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. الحقيقة أنه منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة يومين على أن يتم استئناف التدريبات بعد بكرة، طبعا بعدها هيكون التركيز كله على نهائي بطولة أفريقيا كالمعتاد، بنخلص بطولة وتركيزنا كله يبقى على البطولة اللي بعدها. الحقيقة أن الفريق امبارح عمل مباراة جيدة، قدر يفوز على فريق طلائع بثلاثية نظيفة، أحرز الأهداف جيرالدو كهربا ووليد سليمان. والحقيقة أن من هايلايتس المباراة هو مشاركة ثلاثة من ناشئي النادي الأهلي، هم شادي رضوان، محمد فخري، وكمان العربي بدر. وكمان من هايلايتس المباراة هو أن الحاوي وليد سليمان لعب معظم المباراة، يعني هو خرج في حوالي الدقيقة 80 وقدر يحرز أولى أهداف المباراة. نروح بقى لأخبار فرق الألعاب الأخرى ونبدأ بلعبة كرة الطايرة. الحقيقة أن النهاردة ناشئات كرة الطايرة 18 سنة عندهم مباراة أمام مدينة نصر في أولى مباريات دوري المنطقة. طبعا المباراة هتكون النهاردة هنا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هتكون الساعة 8 مساء. بنتمنى طبعا التوفيق لفريقنا وأن هم يفوزوا بالمباراة ويأدوا أداء قوي كالمعتاد. نروح بقى لكرة اليد. الحقيقة أن بكرة هيكون في مباراة لسيدات كرة اليد أمام الزمالك في منافسات الدوري، وبنتمنى طبعا لفريقنا برضو التألق المعتاد وأن هم يفوزوا على نادي الزمالك. أما بقى عن الحقيقة شباب مواليد 2000 لكرة اليد، فهم في فترة تركيز كبيرة جدا الفترة دي، بيستعدوا لبداية بطولة دوري مرتبط المحترفين، وإن شاء الله هي هتبدأ في وقت قريب. وأول مباريات نادي الأهلي هتكون يوم 10-11 أمام نادي سبورتينج. بنتمنى طبعا إن هم يعملوا أداء عالي في البطولة ويقدروا يحصلوا على البطولة كالمعتاد. دي أهم أخبار الفرق الرياضية وكمان الأجواء هنا داخل النادي الأهلي. العودة ليكم مرة تانية يا نهواند ويا كريم في الاستوديو. شكرا زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم.